يعني هو التوقيت الزمني تهانينا والناموس. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات مستمرة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان دستور أحد فروع تحفة الميادين. نرحب بكل المشاركين والجموع القادمة والمتابعة لانطلاقات الصباح هنا على أرضية هذا الميدان. نسير مع شوطنا الثامن الخاص بالجعدان الفطامين المنطلقة نحو الفوز ونحو الانتصار ونحو التتويج. البداية مشاهدين الكرام وصدارة هذا الشوط، هناك شاهين أحمد بن عبد الله بن كليثم الاكتبي من غير البداية وغير صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز شاهين، ينطلق أيضا محمود بن حبيب الرضا مع المركز الثاني والمركز الثالث اللي غير وشق طريقه نحو الفوز ونحو الناموس. هناك شاهين ينطلق، شاهين ينطلق، محمد بن علي بن حفيشة الاكتبي غير البداية، بن حفشة الاكتبي غير البداية وغير صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، هناك شاهين محمود بن حبيب الرضا مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك ايضا شاهين احمد بن عبد الله بن مبارك الاكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع شاهين محمود بن حبيب الرضا. هكذا النتيجه للاربعه الاسامي المنطلقه نحو الفوز ونحو الانتصار. ولكن نعود مع البدايه، نعود مع صداره هذا الشوط. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، غير البدايه وعاد حقوقه المنهوبه. شاهين، شاهين احمد بن عبد الله بن مبارك بن كليثم الاكتبي غير المقدمه، غير صدارة هذا الشوط. وبن رضا يحاول مع شاهين مع المركز الثاني، ولكن خلاص بن كليثم قفل الشوط، قفل الشوط. الامتار الأخيرة 200 متر أخيرة. الله يا بن كليثم، الله يا بن كليثم. المركز الثاني، ثاني المراكز شاهين محمود بن حبيب الرضا مع المركز الثاني والثالث شاهين محمود بن حبيب الرضا. ولكن خلاص قفلها بن كليثم، قفلها بن كليثم للمرة الثانية على التوالي. تهانينا والناموس لمالك شاهين احمد بن عبد الله بن مبارك بن كليثم الاكتبي، ثانينا والناموس. المركز الثاني شاهين، وشاهين لمحمود بن حبيب الرضا. والمركز الثالث، المركز الثالث مولع ناصر بن حميد بو خليفه ابو سحر الشامسي، والمركز لسيف بن محمد بن سيف بن عفراء رابعا. هكذا النتيجه. نعود مشاهدينا الكرام بالتهنئه لمالك شاهين احمد بن عبد الله بن مبارك بن كليثم الاكتبي. التوقيت الزمني 2:14 ثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس.